السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبي آثاث الثقة، أسعد الله صباحكم بكل خير ومرحبا بكم معنا من قناتكم على اليوتيوب، قناة آثاث الثقة القليعة. خوتنا محل آثاث الثقة اللي متواجد دائما وأبدا بجوار مخبر تحليل الدم حي كركوبة القليعة ولاية بازا، رانا فاتحين 24 ساعة على 24 ساعة ورانا نستقبلوا كامل مكالماتكم 24 ساعة على 24 ساعة. عندنا محل واحد فقط وعندنا فرع واحد فقط اللي متواجد فقط في مدينة القليعة. خوتنا محبي غرف النوم العصرية والجميلة والأنيقة، اليوم بإذن الله جبنا لكم لا شومبر جيون. خوتنا لا شومبر جيون راهي ديسبونيبل هنا بمحل آثاث الثقة. قبل ما نتكلموا على الغرفة حبذا ولو نطرقوا إلى موضوع بسيط، خوتنا بزاف ناس رانا نشوفوا تعليقاتها تقولنا باللي البث المباشر ويلحقهم روتر، يعني الإشعار تاع البث المباشر تاعنا راهو يلحقهم روتر. حاجة سهلة مهلة خوتنا، ما عليكم غير تفعلوا جرس التنبيه تاع القناة، هكذا باش المشكل اللي تفتح لكم خوتنا ويولي البث المباشر تاع محل آثاث الثقة يلحقكم في الوقت تاعو وتولوا تشوفوا يعني لي برودوي تاعنا في الوقت المناسب تاعكم. هكذا خوتنا نعاودوا نولوا الغرفة تاعنا جيون، بزاف شابة خوتنا وبزاف عصرية، الخدمة تاعها هايلة بزاف، شوفوا النظرة تاعها خوتنا بزاف شابة، حاجة في السامبل حاجة ما شاء الله. نبداو بالطول تاعها خوتنا، الطول تاعها فيه 2.90 متر، 2.90 متر والارتفاع 2.20 متر والعرض تاعها 60 سنتيمتر، يعني بزاف شابة خوتنا. والغرفة راهي مصنوعة بالبواتر، كي نقول لكم لو بواتر الماده الخام خاوتنا، يعني لو بوا لو بلي سوليد في مجال الخشب، يعني متين وشباب ويعطيكم تصاميم ويعطيكم نظره بزاف شابه كيما راكم تشوف خاوتنا. ميم لا فينيسيون تاع هذا لو بوا يعني راح تكتشفوها كي تشوفوا لا شومبر امامكم، يعني بزاف شابه خاوتنا. هنا في محل اثاث الثقة لا فينيسيون هي النوعيه وهي يعني بدرجه اولى هنا بمحل اثاث الثقة. لا شومبر فيها 4 بورت كولي سونت خوتنا، فيها دو بورت ابان واحدة على اليمين واحدة على اليسار، فيها دو بورت في الميليو خوتنا بالمرايا كيما راكم تشوفوا. كيما قلنا لكم خوتنا لا شومبر راهي جايه في السامبل حاجه الله يبارك، عندكم لي بورت تاعها خوتنا كيما راكم تشوفوا جايين بال 45 هنا خوتنا، حاجه ما شاء الله. مام لي بورت ابان راهم جايين بالفلامي حاجه ما شاء الله، وعندكم لي بوني هنا اونكاسري خوتنا اللي راهم طوندونس كيما راه موضح امامكم في الصوره. والحاجه شابه خوتنا انه لا شومبر تاعنا راهي بدي بي غازيل ومرفوده على الارض، تساعد هذوك النساء اللي حبوا يسيقوا تحت لا شومبر تاعهم، مام الرايه تاعها تركيه حاجه ما شاء الله خوتنا. بعد ما شفنا الشكل الخارجي تاع الغرفه تاعنا نروحوا ديركت ومباشره للهيكل الداخلي تاع الغرفه تاعنا خوتنا. فيما يخص الهيكل الداخلي واش عندنا؟ عندنا كاتي طاجير على اليمين وكاتي طاجير على اليسار بلس لو با 5 طاجير، حاجه ما شاء الله مام واسعين لي طاجير لداخل خوتنا. هذا واش يدل خوتنا؟ هذا يدل على انه تقدروا تحطوا العديد من الملابس واللوازم في لي طاجير تاعكم وتكفي خير وبركه. كما قلنا لكم واش راكم تشوفوا على اليمين خوتنا، مباشره نروح نشوفوا على اليسار. الحاجه اللي تعجب في هذه الغرفه انه التقسيم راه متناسق بشكل يعني 100%، حاجة الله يبارك. وشفتوا على اليمين تشوفوا الآن على اليسار لافينيسيون الله يبارك خوتنا، شوفوا لي في لافينيسيون تاع الغرفة تاعنا حاجة ما شاء الله خوتنا، حاجة الله يبارك. الغرفة بزاف شابة عريضة واسعة وخدمتها ما شاء الله خوتنا، حاجة الله يبارك. كما قلنا لكم لافينيسيون ثم لافينيسيون درجة أولى هنا بمحل آثاث الثقة. بعد ما شفنا الهيكل الداخلي تاع الجهة اليمنى والجهة اليسرى، الآن نروح مباشرة للشكل الداخلي وللهيكل الداخلي تاع الأبواب الوسطى خوتنا. شوفوا خوتنا يعني كلش متساوي كلش متناسق حاجة ما شاء الله. واش تشوفوا على اليمين تشوفوا على اليسار، عندكم دو إيطاجير على اليمين ودو إيطاجير على اليسار، يفصل لهم ولا الغرفة تفصلها هذا لو سيباراسيون خوتنا اللي جاي أون بواتر حاجة ما شاء الله وبيان فيني خوتنا. مام هنا راهي كامل أون بواتر، هنا عندكم باش تحطوا لا ترينك تاعكم باش يعني تعلقوا لي كوستيم تاعكم ولي روب تاع النساء تاعكم، خدمه ما شاء الله. كما قلنا لكم الرايه كما راكم تشوفوا خوتنا تركيه حاجه ما شاء الله. وبعد ما شفنا لا غاردروب تاع لا شومبر تاعنا خوتنا، نروحوا الان مباشره نشوفوا لولي تاعنا خوتنا اللي بزاف شباب جاي في السامبل حاجه ما شاء الله خوتنا. لولي تاعنا في 1.90 متر على 1.60 متر، يعني 1.90 متر على 1.60 متر حاجه ستوندار خوتنا. نبداو بلو غرون دوسي اللي راهو جاي كامل كابيتوني اونكادريمون اون بواتر خوتنا، حاجه ما شاء الله. وتوجور توجور خوتنا مع ال 45 هذه اللي يعني بزاف شابه وعطات جمال للغرفه تاعنا وجمال لولي تاعنا. نروحوا الان لو بتي دوسي اللي جاي مغاير مع لو غرون دوسي.
او جي كامل اون بوا اتر ومرفودة على الارض، حاجة ما شاء الله خوتنا، حاجة الله يبارك. مباشرة نطرقوا اللاطاب دنوي تاعنا اللي راهي جايه بقاعده زجاجيه في النوار، حاجه ما شاء الله، بدو تيروار برايا تيليسكوبيك الله يبارك خوتنا، وكذلك راهي مرفوده على الارض، يعني تساعد هذوك النساء اللي يحبوا يسيقوا تحت لاشومبر تاعهم توجور مع لي بيي غازيل. بعد ما تكلمنا على لولي وتكلمنا على لا غاردروب وتكلمنا كذلك على لاطاب دنوي تاعنا، نروحوا الان للحاجه المهمه واللي تلفت الانتباه في الغرفه تاعنا واللي هي لاكوافيس خوتنا. لاكوافيس تاعنا كما راكم تشوفوا جايه البير وخدمتها ما شاء الله خوتنا، خدمتها الله يبارك فيها، طروة تيروار على اليمين وطروة تيروار على اليسار ودو تيروار كبار في الأعلى خوتنا اللي عطاوها جمال وجمال جدا. القاعدة راهي زجاجية بنوار، والمنكادرمون تاع المرآة خوتنا راهو جاي كامل اون بواتر بالكارونتانك كيما راكم تشوفوا الان في الصوره. راكم بلا ما ننساو خوتنا لو بوف اللي يجي مع لاكوافيز اللي راهو كامل دي بي غازيل، خدمه ما شاء الله، والقماش بالانتيطاش اللي يجي متناسق مع القماش تاع لو غروندوس. هذه هي الغرفه جيون، لا شومبر جيون خوتنا كيما قلنا لكم ونعاود لكم، مصنوعه كامل اون بواتر. الان نروحوا للحاجه اللي راكم تستناو فيها الان واللي هي السعر تاعها خوتنا. السعر تاع لا شومبر راه يدير 25 مليون 825 مليون و800 بالنقل والتركيب المجاني عبر كامل ربوع الوطن. واش معناتها؟ معناتها نوصلوها لك ونركبوها لك مجانا، انت ما عليك غير تخلص في دارك خويا العزيز، ما عليك غير تخلص في دارك والشومبره تلحقك حتى للدار واصله راكبه خوتنا من عند عمال اثاث ثقه. اللي راهو انتيليسي خوتنا ما عليه غير يتواصل معنا عبر الارقام اللي ظاهره اسفل الشاشه. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، نلتقي في فيديو اخر، سلام.